जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, क्या हाल चाल है। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए कैसे। हाँ जी, बहुत अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू। कैसी है आपकी तबीयत? कल मुझे पता चला था कि तबीयत नासाज थी। सूरज जिन कंप्लीटली थी हाँ जी, सूरज सुबह, नो जिन। हाँ सूरज, आपने कुछ हालत याद की। हाँ जी मुझे, हाँ जी दोनों, मैंने दोनों पे काम किया है। कहाँ से शुरू करूँ मैं? क्या कहते हैं, सूरह नूह का मैंने पहला रकू याद किया है, आखिरी एक दो आयतों पे अटकता हूँ बस। पहले सूरह दिन सुना ले कंप्लीटली, चले जी, अभी उसके औज़ु बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ऊहिया इलैया, कुल ऊहिया इलैया, इन्ना हुस्तमा नफरुम मिनल जिन्नी फकालू इन्ना समिअना कुरआनन अजबा यहदी इलर रुश्दी फआमन्ना बिह वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदा वअन्नहु तआला जद्दु रब्बिना मत्तखज़ साहिबतन वला वलदा وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ऊपर ही बच्चे हंस रहे हैं, एक मिनट दरवाजा बंद कर लो, आवाज उनकी नहीं आ रही। एक मिनट, जी अच्छा जी, हाँ वन्ना ला नदरी أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا من الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا من المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما من القاسطون وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وَأَلَّا وَاسْتَقَامُوا عَلَى طَرِيقَتِي لِأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ
ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني إلا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا نتها لا تا ضرا ولا رشدا قل إني ألن قل إني لن يجيرني من الله أحدا ولن أجد من دونه ملتهدا إلا بلاغا من الله ورسالاتي ومن يؤس الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا آگے ہے حتى إذا رأوا ما يعودون فسيعلمون من أسعف ناصرا وأقل عددا عالم الغيب فلا يظهر قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه يحدى إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم أحاط بما لديهم وأحصى كل شيء أحدا اللي ماں نے اس میں لگا دیا تھا وأحصى كل شيء أحدا عددا سوری ہاں جی میں اس کو میں نے اتنی پریکٹس نہیں کی لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا سورہ نوح کا پہلا رکوع ہے انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون ويغفر لكم
ويغفر لك يغفر لك يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخر لكم على ويؤخركم 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 على أجل مسمى إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزده دعائي إلا فرارا إلا فرارا. إني كلما دعوت وإني كلما دعوتهم ليغفر لهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا أسروا واستكبروا واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين يجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد هلككم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. اس کے آگے ہے، یہاں سے میں تھوڑا سا بھولتا ہوں. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم أخراجا والله إخراجا ہاں جی إخراجا والله جعل لكم الأرض بساتا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. یہاں تک میں نے کوشش کی ہے. یہ اور سورہ جن کا آخری رکوع، جی ٹھیک ہے، اور یہ ایک بار ضرور دیکھیے گا. جی ضرور انشاءاللہ اس کو تاکہ وہ نکل جائے. ہاں جی، میں ذرا ان میں اتنی ابھی روانگی نہیں آئی تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا انشاءاللہ. چلیں انشاءاللہ پھر کرتے ہیں بات. اللہ حافظ.